استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله في قصر القضيبية هذا اليوم الدكتور جورج شاريان كبير المسؤولين الطبيين الرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية، حيث اطلع جلالته على خطط المستشفى المستقبلية وبرامجه التطويرية وعرض مجسم وألبوم صور لمبنى المستشفى الجديد المقرر تشييده في إطار خطط التوسع الذي يشهده المستشفى مستشفى الإرسالية الأمريكية في البحرين. وبارك جلالته هذا المشروع الجديد وأشاد بالجهود الهامة التي واصل بذلها القائمون على مستشفى الإرسالية الأمريكية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين والمقيمين، وبالسمعة الطيبة التي يحظى بها هذا الصرح الطبي وما تميزت به الخبرات الطبية التي تعاقبت على المستشفى من كفاءات طبية عالية عبر تاريخه العريق وقدمت إسهامات ورعاية طبية جليلة لأهل البحرين والمنطقة. وأعرب جلالته عن تقديره للإنجازات الطبية الهامة التي حققها المستشفى على مدى 120 عاما، مؤكدا جلالته أن المستشفى عكس عبر تاريخ العلاقات الوثيقة والتاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وشعبيهما الصديقين، منوها بجهود وزارة الصحة وتعاونها مع كافة المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالمملكة، متمنيا جلالته لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مستشفى الإرسالية الأمريكية كل التوفيق والنجاح لأداء رسالتهم النبيلة. وقد أعرب الرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ولمملكة البحرين على ما يحظى به المستشفى وجميع العاملين فيه من دعم ورعاية، ما يعكس عمق وتميز علاقات الصداقة البحرينية الأمريكية.